بسم الله الرحمن الرحيم. التاريخ يصنعه الأنبياء برسالاتهم ويدونون بالحبر، ويصنعه العلماء باكتشافاتهم ويدونونه بالحبر، والقادة بإنجازاتهم ويدونونه بالحبر. أما الشهداء فصنعوا التاريخ بأرواحهم ودونوه بدمائهم. ونحن في حزب التكتل كبيرا وصغيرا تفهمنا ونتفهم الرسالة المقدسة، ونعيدهم بأن يظلوا هنا معنا في غدونا وفي ترحالنا، ومن دمهم نصنع قنينة عطر نهديها إلى كل الأحرار في العالم. هذه القصيدة عنوانها صرخة شهيد. ركب الشمس وجاء إلي كعادته، ممشوق القد يطاول نجما وسحابا، يحمل بين يديه الحالمتين بنور الفجر رغيفا وحماما وكتابا. صاح وأحرق خلفه كل مراكبه، فارتبك الموت وفي القلب أعد له المحراب. قال: هذه مسبحتي وسراجي، هذا بقال الماء لمن رام شرابا، وها أنا ذا أفتح صدري للعبوات الناسفة، وعلى نخب الموت سأشرب أكوابا. صاح: ها أنا ذا أجتاز مذيق الزمن الوغد، أبحث عن شكل غير الشكل، ووجه غير الوجه، وصدر في حجم البلوى يتحمل سهدي. آهي هذا الزمن الوغد، آهي ويجثم في رئتي التعب، فتعالوا وكلوا من كبدي. زحف الوجع السادر من بوزيد إلينا، زحف الوجع السادر من بوزيد إلينا، فماذا عساني أقدم للعرس الذي لم يأتي، وماذا عساني أقول إذا ما حوصر صوتي، وماذا عساني أقول إذا ما تالت يغتالها صمتي، وماذا عساني أقول لقفصة والقصرين إذا ما عز عليهما موتي. وحين تنوء الريح بحزني وتبثه في الغاب نواحا، كيف أمد إلى الشمس جناحا وإلى الفرح المصلوب على كتفي جناحا، لأكفكف دمعة طفل باكية وأضمد في القلب جراحا. قد جاء صباح يسهر في دوحتنا، فأتانا جرح ممشوق الوجع، وأتانا الآخر والآخر والآخر، جاءنا حزن يلبس زنبقه، وأتانا الآخر والآخر والآخر. صاح بوزيد: ترى هل طلع الحلم علينا؟ صاح بوزيد: ترى هل طلع الحلم علينا؟ هل لبست تالة لحظتها كي ترقص في العرس وترتاح قليلا من تعب الحلم ووجع الأمس؟ فيا رؤساء ويا قادة هذا الوطن المأسور، يا أمراء ويا وزراء
ويا سادة هذا الوطن المكسور، فك قيود يدي وأزيل كماماتي، فك قيود يدي وأزيل كماماتي، والسيف المسلول على عنقي من قبضة منصور، وارتحلوا الأرض بكم ستمور، هيا ارتحلوا، فحذائي يصفعكم ويظل يطاردكم عبر عصور وعصور. فأين ضحايا الكتاب؟ هل غرقت في بحر الصمت قواربهم؟ وأين فحول الشعراء؟ هل هربت لجحورها كل قصائدهم؟ أم قرأوا الإنجيل قليلا وتوسدوا صحوتهم؟ صاح سلمني دمعته الحبلى بأريج الموت، والتحف النار وكخيط دخان، ركب الشمس وعن عيني توارى.